في الذكرى 13 لرحيل الفنانة ذكرى محمد، عائلة الفنانة المخدورة فجرت تصريحات كبيرة تشكيك في وفاة ذكرى. حسب الرواية الرسمية زوجها قتلها وانتحر. الحكاية هذه يبدو أن العائلة اليوم ما عادش بصدقتها. حبينا اليوم نحكيه على ذكرى الفنانة اللغز. تحدثنا مع الناس اللي كانوا قراب منها، حاولنا نعود نقرأ مسيرة نجمة تونسية طلعت درجة درجة. كيف جاء الوقت باش تستمتع فيه بنجاحها وعائلتها، الموت كان سابق.